ماذا تحمل أيضا هذه الزيارة في ملف أيضا وقف إطلاق النار، وأيضا وسائل إعلام تركية تتحدث بأن الرئيس أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث أمكانية أيضا تنظيم لقاء يجمع الرئيس بوتين بالرئيس زيلينسكي، ما مدى نجاح هذه الخطوة اليوم التركية؟ هنا بالفعل هنا على تركيا عبء دبلوماسي كبير، لأن محاولة إقناع الطرفين في ظل فقدان الثقة فيما بينهما، كلا الطرفين يقول لك أننا في وضع نريد أن نوقف الحرب ولكن الطرف الآخر لا يريد، الاتهامات متبادلة ما بين كييف وموسكو، وبالتالي هذا الأمر يصعب عملية الحراك الدبلوماسي التركي للوصول إلى بداية وضع خارطة الطريق لإيقاف ولو مؤقت لهذه الحرب. ولكن ربما رئيس أردوغان ربما أقول قد أخذ أمرا ما، أو بعد محادثاته مع الرئيس بوتين في سوتشي ربما هناك أمور لم يفصح عنها بطبيعة الحال، وينتظر لقاء زيلينسكي. طبعا سوف يكون هناك مؤتمرا صحفيا وتصريحات كالعادة كما عودنا رئيس أردوغان بعد عودته من زيارته، هناك تصريحات خاصة للداخل التركي، وبالتالي ربما يكون هناك بعضا من الأمل فيما يتعلق بإجراء هذا اللقاء برعاية تركيا. ولكن لا يزال الأمر بالفعل صعب وشاق وطويل بسبب يعني الاتهامات المتبادلة من جهة، ومن جهة أن هناك في النظرة الروسية أن هناك دعم لا محدودا لأوكرانيا، وبالتالي لابد من الاستمرار في هذه الحرب لتحقيق نتائج على الأرض. والأوكرانيين يقولون روسيا لا تريد إيقاف هذه الحرب، تريد أن تضم الجغرافية الأوكرانية للجغرافية الروسية، وبالتالي يعقد الأمر أكثر فأكثر على الدبلوماسية التركية.